السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سنجيب من خلاله عن نموذج كتابي. الفرد الأول في الدورة الأولى يخص مكون التراكيب، إذا للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا غادي نبدأ بالسؤال الأول، أضع وأحدد النواصب في الجمل الآتية مع الشكل. إذا عندنا نصب الفعل المضارع من الدروس اللي شفنا في الوحدة الأولى. اذا يخسر اللاعبون اذا في المباراة، اذا هنا اش غادي نقولوا بالنسبة للنواصب؟ لن يخسر اللاعبون في المباراة، لن يخسر اللاعبون في المباراة. اساعد امي كي، اذا هنا غنديروا كي تعد الطعام. اذا ما تنساوش الشكل ديال الفعل، راه ما مشكلش. اذا هنا راه كاين نقطة حتى على الشكل، لأنه داير لي نفس السؤال مع الشكل. إذا خص الفعل المضارع يتشكل. إذا اجتهد جيدا كي تحصل على نقطة صارة. إذا اجتهد جيدا كي تحصل على نقطة صارة. إذا هنا نشكلو حتى أساعد أمي، لأنه ربما الشكل مطلوب الشكل ديال الجملة يعني ككل. يجب أن، هنا غنديرو أن، يجب أن تهتم بنظافة جسمك. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. غنشوفو دابا السؤال الثاني، أضع مكان النقط ما يناسب مع الشكل. إذا هنا حنا غادي نديرو فعل، يا إما فعل مجزوم ولا أداة الجزم إلى آخره. إذا لا، إذا هنا شنو غادي نديرو؟ غنديرو فعل مجزوم، لا تؤجل، يعني على حسب المعنى، يعني ماشي غادي نكملو بأي حاجة. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. إذا ينجز واجباته المدرسية، إذا غنقولو لم ينجز واجباته المدرسية. إذا مثلا لي، اذا لام الامر، عندنا لام الامر. اذا لنعد الى البيت بسرعه. اذا كما قلت لكم راه ما كنكملوش يعني بشكل اعتباطي، راه كنشوفوا المعنى ديال الجمله. اذا انا داكشي قلت لكم مكان النقط ما يناسب على حسب المعنى. اذا تجتهد في دراستك تنجح. اذا هنا غنقولوا ان تجتهد في دراستك تنجح. اذا هادو هما الاجوبه ديال السؤال الثاني. غادي ندوز دابا السؤال الثالث، اكمل الفراغ بما يناسب. اذا عندنا ادوات الشرط بحال كما عندنا في الجمله الاخرى، ان تجتهد في دراستك تنجح. عندنا تجتهد هذا فعل الشرط، وتنجح عندنا جواب الشرط. اذا ان تجتهد غنديروا جواب الشرط تنجح. اذا راه عندنا الجواب في الجمله اللي قبل. اذا ان تجتهد تنجح. اذا من يحصد. اذا هنا في نظركم شنو غنكتبوا؟ غنكتبوا من يزرع يحصد. ما تصبر، هنا غادي نكملوا بفعل يعني يناسب المعنى. ما تصبر، اذا تجزى. اذا من الجزاء، اذا لان الفعل في الماضي هو جزى. اذا جزى كما كتشوفوا هذا فعل ناقص، وفي الجزم ديالو كنحذفوا حرف العله تجزى. يعني كنقولوا انا اجزى. اذا مثلا انت لم تجزي، غنقولوا انت لم تجزي، انا لم اجزى، نحن مثلا لم نجز. اذا نحن غنقولوا نحن لم نجز، وانتم مثلا لم تجزوا، ولا انتم لم تجزوا، انتما لم تجزيا. اذا هنا هذا فعل ناقص، الفعل جزى فعل ناقص، يعني من الجزاء يعني اخذ ثواب. مثلا تصبر، فانك تصبر ستاخذ ثواب على صبرك. حيثما أذهب، إذا هنا غادي نقولوا حيثما تذهب أذهب. مثلا طفل يعني يخبر أباه بأنه يعني فين ما مشى غيمشي معاه. حيثما تذهب أذهب. وغادي ندوزو للسؤال الرابع. إذا السؤال الرابع كيخص الإعراب.
لم يتخلف التلاميذ عن الدرس. لم، إذن أداة جزم، كنعرفوا بأن أداة جزم إذن ونفي، ونفي هي أداة جزم ونفي. يتخلف، هذا يتخلف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. راه هنا في الأصل عندنا لم يتخلف، ولكن ملي عندنا هنا يتخلف هنا عندنا التلاميذ، عندنا سكون سكون التقاء ساكنين يكسر الأول. إذن المانع من كتابته التقاء ساكنين، إذن التقاء ساكنين. إذن هنا في الأصل لم يتخلف التلاميذ، ولكن ملي عندنا ساكن وساكن كنديرو الكسر ديال الساكن الأول، غنقولو لم يتخلف التلاميذ. التلاميذ الإعراب ديالها فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عن الدرس، إذن عن حرف جر، ولا ممكن نكتبه مباشرة جار ومجرور. إذن عن حرف جر، والدرس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هادو هما الأجوبة الخاصة بهذا الدرس ديال التراكيب، ولا بهذا الفرد هذا ديال التراكيب. فيديو جديد إن شاء الله غادي نشارك معكم نماذج أخرى خاصة بفروض المرحلة الأولى، دائما المستوى السادس ابتدائي. يكونوا في الموعد، إلى اللقاء.